السلام عليكم، صباح الخير. عرفتوا هذا ايش؟ هذا جهاز قياس ملوحة الماء. هذا فنجان موية. هذا الماء اللي انا صبيته هنا بالزير قبل امس، فبشوف هل تتغير المعادن او الاملاح، نسبة الاملاح من قبل احط الموية في الزير وبعد ما حطيت الموية في الزير. بسم الله، خلونا نشوف نسبة الاملاح. هذه الموية قبل ما حطها في الزير تقريبا 143 144، هذه نسبتها 144. الآن بصب من الزير وبشوف. بلشت أنا يا أصب يا أصور. خلونا نقيس ملوحة الموية هذه وشوف كم تطلع. هل يفرق ولا نفس الشيء ولا يغير بنسبة الأملاح؟ مية وستة وستين غير بنسبة الأملاح، 167. إيش يعني هالفرق هذا بنسبة الأملاح ما بين قبل ما أحط الماء في الزير وبعد ما حطيت الموية في الزير؟ غير؟ لا والله، بيوصل 170 تقريبا، احتمال يوصل 171 الحين نسبة الأملاح هنا في الزير. طبعا هي تعتبر نسبة إلى الآن ما زالت بالوضع الطبيعي وقابلة للشرب. موية إيفيان، بس عشان تعرفوا، موية إيفيان تقريبا قسناها كانت 380 نسبة الأملاح. موية زمزم رحت شريت موية إيفيان عشان أوريكم. هذه طبعا تعتبر واحد من أعلى البراندات على مستوى العالم. شوف كم ملوحة موية إيفيان، 379 374 بهالحدود. هذه نسبة الأملاح. نسبة أملاح يعني إيش معنى أملاح؟ يعني معادن، نسبة المعادن في الماء نفسه. طيب، هنا علشان تحدد، فيه ناس تقول لك لا، خرطن فاضي إنك تقول ميت وحي. لازم أول شيء تشوف إيش معنى كلمة حي عند اللي يقولون حي. معنى كلمة حي معناته إعادة إصدار أو ترتيب للإلكترولايتس، للموصلات الكهربائية. هنا أحد وظائف المعادن أيضاً هي المساعدة في نقل التيارات الكهربائية، أو يسمونها الإشارات العصبية داخل الجسم. هنا في عندنا موضوع electrolytes and minerals هذا، وهنا شوفوا المعادن اللي هو أهم المعادن اللي تدخل في electrolytes في عملية النواقل هذه: صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، فوسفيت، كالسيوم، كلورايد and بايكربونات. في عندك اللي هو الزنك والكوبر والحديد. أنا لما قلت لكم هنا قلب، والقلبي هو الحديد. أحد مهام القلب إيش؟ إيصال الحديد محاط بالهيم حتى لا يعمل، تسمى بالهيموغلوبين، حتى لا يعمل الحديد في مكان غير مكانه ويكون في أكسدة. فعندنا هنا اللي هو الحديد، وعندنا المانجانيز، وعندنا الملبدنوم، وعندنا الكروميوم. هذه كلها تدخل في الإلكترولايتس. في كتاب هنا كامل اسمه The Body Electric. هذا تبي تعرف إيش كفاءة النواقل العصبية. طيب، انزلت المعادن هذه أو عمل بترتيب مختلف عن الترتيب الأساسي، ممكن يؤدي إلى انخفاض في النواقل العصبية أو الإشارات المنتقلة في النواقل العصبية. يعني عندك إنتاج اللي هو الATP، وعندك هنا صوديوم، كالسيوم، بوتاسيوم، ومغنيسيوم، هذه كلها داخلة بالموضوع عندك هنا. يعني ممكن يؤدي إلى عدم توازن للعمليات الحيوية. يعني هنا حتى الموضوع لو يدخل في اللي هو إنتاج هرمون الثايروكسين اللي هو الغدة الدرقية، يدخل في إنتاج اللي هو هرمون الثايروكسين. هرمون الثايروكسين أنتم تعرفون أنه هو المعيار لضبط درجة حرارة الخلية، اسمه ثايروكسين، مأخوذ برضو لو تعرفوا أنتم قياس درجة الحرارة ومقياس درجة الحرارة، اسمه ثيرمومتر، اسمه مقياس درجة الحرارة اسمه ثيرمومتر. فهنا تعمل على ضبط درجة حرارة الخلية ليكون فيه توازن. طيب، هل هذا يحتاج إلى معادن أو انضباط في ترتيب المعادن؟ نعم. إذا الزير أفضل أم أسوأ؟ دور لك زير جودته عالية كويسة واستخدم الزير، أفضل لك.
أهلا وسهلا، أبشري، بصب من الإيطالي سعودي يوناني. هذا اللي هو زيت الزيتون الإيطالي. هذا لونه تقريبا زيت الزيتون الإيطالي. هنا زيت الزيتون سعودي. طبعا كلها عضوية ومعصورة على البارد. هذا تقل قوامه شوية خف، تقل قوامه شوية أخف. وهنا أبصب من زيت الزيتون اليوناني، هذا برضو أخف. أثقل واحد تقريبا، أول واحد هذا أثقل واحد. نحطهم جنب بعض وعلى النور عشان نشوف وش نطلع فيه. لاحظوا هنا شوي فيه غامق، هذا على خضار شوي، هذا على زيتي شوي. بالنسبة للريحة، هذا ريحته قوية مرة وطعمه حار على الحلق. هذا طعمه حار على الحلق وريحته قوية فاقعة. ريحة أقل. بجرب هذا، ما قدرت من حرارة هذا. تحسون كأنك شارب كأنه فكس على الحلق، عرفتوا من ارتفاع البولوفينلز فيه. هنا ناعم سموث، لكن هذا تطبخ فيه يا سلام. هنا هذا فيه ريحة، هذا بين هذا وهذا فيه ريحة. هذا جاي كأنه على حلو شوي. هذا حار.